في رحلة السفر الطويلة والله مشتاقين، وزاد الشوق علي أنين. ويا السافر تخليت البلد ليمين، تسافر كيف تخلينا وتسافر لأرض تانية، تتغرب تسيب أحباب تسيب وطنك كمان أهلك والحلة والشلة وناس البيت، قاطع قلبك الترحال ظروف والله ما بالإيد. من اللي بيعرف كمان لغتك؟ من اللي بيفهم كمان جنسك؟ شهامتك كيف عبر قناتنا فردنا مساحة ترسل فيها كل تحايا كل أشواقك من أي دولة وفي أي حتة، وهاك الهاتف ظاهر ليك تحت الشاشة وغنية تعبر عن إحساسك لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب. نفس الزمان والمكان، عودنا كل المشاهدين في كل مساء يوم الجمعة الساعة 10 مساء نلتقي ونرتقي على شرفات المحبة والوداد عبر برنامج الشوق مطر. لكل متابعي وعشاق الشوق مطر، جيناكم بشوق كثير وكبير، وجمعة سعيدة ومباركة على الجميع، كل المغتربين خارج الوطن الحبيب الحابين يوصلوا كل تحاياهم كل أشواقهم. يمكن فردنا لهم المساحة عبر برنامج الشوق مطر في أنه نستقبل كل التحايا وكل الأشواق عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر هواتفنا الظاهرة على الشاشة. دائما وأبدا نلقي هذه التحايا على كل المغتربين خارج الوطن الحبيب في المملكة العربية السعودية، قطر، عمان، وفي دولة الكويت، وفي السويد، وفي سويسرا. ونستقبل أول اتصال عبر برنامج الشوق مطر. ألو ألو، مرحبتين سيدام. ألو، ألو سيدام، نجاح. أهلا وسهلا، مرحبتين نجاح من البرنامج سيدام. أحمد، أيوة يلا يا أحمد، علي لنا الصوت، صحصح معانا. الله يرحمه. نحن ما سامعينك يا أحمد، علي الصوت مبارك عليكم. ألو يا أحمد، نحن ما سامعينك، علي لنا ألو صوتك. جمعة مبارك عليكم. علينا وعليك يا أحمد. يمكن أحمد صديق البرنامج ليك كل التحايا وكل المحبات، ويمكن بس الحظ ما حالفك، لكن إن شاء الله في الحلقات القادمة. شكرا لك. بنرسل كل تحايا الشوق والمحبة عبر برنامج الشوق مطر لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب، وبال أخص نستقبل كل أصدقاء برنامج الشوق مطر. البدري، مساء الخير عليك، مساء النور، مساء السعادة إن شاء الله. الله يخليك البدري، كيف صحتك؟ تمام، جمعة مباركة. علينا وعليك، كيف الليلة جمعتك يا البدري؟ والله جمعتي مية مية مية، الحمد لله، إن شاء الله دائما كده البدري بطاقة متعاتي إيجابية. ومبسوط ومصلي جمعتي في وقتها والحمد لله. يا سلام، الحمد لله. يلا يا البدري، نفرد لك المساحة في انك تحيي كل اهلك واحبابك. والله التحية لك والتحية لكل الإصطاف في قناة البلد، شكرا. والتحية لكل متصلي قناة البلد في الليل وفي النهار، والتحية لكل الأهل بقرية البلطاب بريفي الماطوري، فردا فردا كل من يسمع صوت البدري عبد العال. أنا برسل له تحياتي وبخذ بالتحايا الأخ عبد الرحمن عبد العالي يوسف بطة، والأخ عامر عبد العالي يوسف بطة، والابن عبد العالي عبد الرحمن عبد العالي يوسف بطة، وابن البدري عبد العالي عبد الرحمن عبد العالي يوسف بطه، والابن الكلس الماحي احمد يوسف احمد بطه، والاخ النور النعيم علي، والاخ الطيب محمد النعيم، والنعيم الطيب محمد النعيم، والاخت آمنة عبد العالي يوسف بطة، حاليا موجودة في البلطاب جاية من جنوب السودان وناوية العمرة، وأنا بقول لها ربي يتم لك على خير، وإن شاء الله ربي يحقق المنى
والأخت لسينة عبد العالي يوسف بطة، والعم النور العبيد علي، وإمام مسجد غرية البالطاب، والتحية لكل مصليي مسجد غرية البالطاب، والأخ عبد الله محمد عبد الله عوض الباري، والأخ محمد حمد علي، وأحمد الشيخ علي، والعم عبد القادر محمد النعيم عبد القادر محمد الأمين، وعبد القادر محمد النعيم بالمملكة العربية السعودية الهفوف، وأبنائي بالهفوف، وكل آل بطة في المنطقة الشرقية، والأخ مصعب بالرياض، وأسرته الكريمة بالسودان. والتحية لك، والتحية لكل المتصلين يا أخي، والتحية لكل الإصطاف في قناة البلد يا أخي. شكرا لك يا البدري. يا أخي والتحية للأستاذة عزيزة والأخت أمل خليل. يا أخي أنا بزعل عن عزيزة، وين فيها؟ دولة ولا فيها غابة؟ عزيزة في الإمارات يا البدري. الله يوفقها ويزيدها وين محلت ونزلت يا أخي. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. ويديك الصحة والعافية يا أخي، وفقك ربي. شكرا 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 كثير يا البدري، وإن شاء الله كل حياتك تكون وصلت لأهلك في الماطوري. دائما أنت بتحييه ومقابر برنامج الشوق مطر، وأكيد جمعة سعيدة إن شاء الله وجميلة على الجميع. وطبعا تفاصيل الجمعة يا جماعة دائما للمغتربين حتى في السودان هي تفاصيل مختلفة في شكل الأعراس، وشكل اليوم بيكون إجازة، في شكل الزيارات للأصحاب، خاصة المغتربين يمكن بيتجمعوا، خاصة في المملكة العربية السعودية بيكون يوم الجمعة هو يوم تجمع بالنسبة لي، وإن شاء الله تكون جمعة سعيدة وجميلة على كل المغتربين خارج الوطن الحبيب، وربنا إن شاء الله يرد غربتهم في القريب العاجل. غدارنا من المملكة العربية السعودية إلى الكويت. ألا ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. مساء الخير عليك. أهلا بك أحمد. أستاذ أمن الفلال، لك التحية وللتيم العامل في غدار. اهلا بك من دولة الكويت. اهلا بك، لكم التحية على البرنامج الرائع. الله يديك العافية ان شاء الله يا رب. كيفك وكيف صحتك وكيف جمعتك من دولة الكويت؟ والله يعني صحتنا في نشواقنا الكثيرة للوطن، يعني شو الصحاري للمطر، شوق الليالي للقمر، شوقي للوطن ما ينتهي، مثل الشمس تكوي الحج، شوق التلج يلقى الدفى، شوق النعسان للغفى، والشوق يندهلي كفى، ما يحتمل شوق البلد أحد. يا سلام يا سلام على الكلمات الجميلة والحلوة المعبرة. أكيد والله، يعني شوق كثير، شوق الأسير يعود حر على الربوع، شوق رجوع، شوق العيون للوطن وللبلد، يعني أشواق كثيرة جدا للوطن ولل في كل السودان، يعني أشواق ما يحتملها أحد فعلا. نعم، إن شاء الله يرد غربتكم يا أخي في القريب العاجل، وتجوا تبلوا شوقكم لأهلكم وأحبابكم في السودان. يا ريت والله، يا ريت يوم المنى فعلا إنه الواحد يرجع للوطن وللبلد، ونشكركم إنه بتفضلوا لنا المساحة إنه الواحد يعود في كلهم في الوطن وفي البلد. يا سلام يا سلام، يلا طوالنا في ذاك المساحة تحيي أهلك بعد القصيدة الجميلة دي. يديك العافية، وأحيي جميع الأهل بمدينة كوستي، الوالد والوالدة والأخوان والأخوات، وكل الأهل داخل وخارج البلد، وإن شاء الله نسأل الله إنه يتم الرجوع للوطن، لأن اشتقنا كثير للبلد وللسودان وليكم ولكل الناس اللي بنعرفهم. تحياتنا لهم بتنفع. يا سلام، شكرا شكرا، ان شاء الله كل تحاياك كل اشواقك كل محباتك تكون وصلت لكل اهلك وين ما كانوا وين بحل بيوم الزمان والمكان. استقبلتني اتصال الرايق من المملكه العربيه السعوديه. الو الو، السلام عليكم. اهلا بك يا الرايق. كيف حالك؟ اخبارك؟ تمام الحمد لله، ان شاء الله انت رايق. الله يخليك بخير وعافيه. إن شاء الله يا رب. كيف جمعتك؟
والله جمعة سعيدة يا أخو، بيطلبكم كمان أزعل يا أخي الجمعة يا أخي. يا سلام يا سلام، نحن الأزعد الليلة ب ب ب ب ب ب يعني انضمامك ومكالمتك عبر برنامج الشوق مطر. والله يا أخي تسلم، إحنا كمان عجبنا برنامجكم والله يا أخي. الله يديك العافية، تسلم يا راي. يلا نفرديك المساحة فينك تحيي كل أهلك وأحبابك. والله يا أخي بنحيي جميع الأهل في ولاية الجزيرة منطقة المسعودية. نعم. وبنرسل أشواقنا الكثيرة والله لكل الأهل يا أخي. إحنا بالمنطقة الشرقية تمام؟ في الجلوية. يا سلام. وتحياتنا يا أخي لجميع الأهل في السودان يا أخي، وربنا يمن شملنا على أهلنا كمان يا أخي. بس لو سمحت يا رايق ممكن تعلي شوية صوتك لأنه أنا ما سامع. ألو؟ علي لنا صوتك شوية يا رايق لأنه أنا ما سامعك. أنت كده سامعني واضح حاليا؟ كده سامعك. يا أخي نحيي جميع الأهل تمام؟ نعم. بولاية الجزيرة منطقة المسعودية. نعم. وجميع السودان فرد فرد من السودان، رغم إنه طولنا من السودان يعني. ونحيي الأهل في السعودية، الأخ محمد نصر الدين، والأخ محمد هادي، والأخ عوض التوم، والأخوان كلهم يا رب يا رب. ونحييكم أنتم كمان أول ناس يا رب. يا سلام، شكرا لك. كثير وتحياتنا وأشواقنا للعيال لعمر ويزن وكل الأخوان. سمعينا حاجة كده من ذوقي يعني، لو وصلت إلى أحمد يا رب. يا سلام. تسلم كثير وما أنصر عليكم شيء. ان شاء الله يا راي كل حياتك تكون وصلت لكل اهلك وين ما كانوا. التحية لكل الامهات وكل الاباء وكل الاخوان وكل الاخوات وكل الزوجات اللي بيسمعونا من هنا، والقربة شالت يمكن فرد من البيت وغربته لحتة تانية. الظروف هي ما معروفة، يمكن كثير من الناس بتقاس وبدعاني وبتدعب شديد لما يفقدوا فرد من الأسرة وتشيلوا الغربة لحتة تانية. يمكن الحاجة دي يا جماعة بتوجع شديد، في انه انت تسيب ارضك واهلك وشلتك والحلة وكل التفاصيل الجميلة اللي كنت انت عايشة، ظروف الدنيا قالت لك لازم تتغرب وتسيب الحاجات دي كلها. انا بقول ان شاء الله ربنا يرد غربة كل مغترب خارج الوطن الحبيب، يجي لأهله ولأحبابه ولأصحابه ولأم الوالدة. دايما يعني انا بقول الوالدة لما الغربة تشيل منها فرد هي بتقاسي وبتدعب شديد وبتغمسه بالدعوات، دايما بتكون دعوات في الصباح وفي المساء في انه ربنا يرد غربة ولدها ولا بنتها ولا زوجها. تحية لكل الأمهات من هنا، وتحية لكل الزوجات من هنا، وربنا إن شاء الله يرزق غربة كل مغترب خارج الوطن الحبيب. يمكن فردنا لكم المساحة عبر برنامج الشوق مطر لكل المغتربين، ما بس يعني مغتربين خارج الوطن الحبيب، لا برضو الموجودين هنا في السودان وحابين يوصلوا كل تحاياهم كل أشواقهم لمغتربين خارج السودان. نستقبل اتصال. ألو. السلام عليكم. السلام بالله. وعليكم السلام والرحمة. تحية لك وتحية لكل تيم سهرات البلد. مزعب؟ مزعب حمد نايل من الربيع السعودي. أهلا بك يا مزعب. لأن فترة ما خشينا عليكم. أيوة صح، افتقدنا الصوت. تسلموا كثير يا أستاذ. أنا عبرك بحيي كل الإطفال في سهرات البلد، سنة جلال زمخشري ومهيد العجب وبنت حسن. يا سلام. وإشراق كانت سابقا هي الآن بالغاهرة، لله تحياتنا والخليل. وتحياتي لكل يعني أيضا الرقبي دور شمس أحمد الكاردينال وفاطمة الصادق، فنتمنى لكم التوفيق في الغندي. يعني ما شاء الله دائما تدينا طاقة نحن في الغربة، رامكم جميلة وهادفة. وبقول لي أبو علي، يا وصلنا اليوم من السودان الحمد لله على السلامة، ونتمنى لك حياة عملية موفقة إن شاء الله. وبكري علي نايل وصل اليوم، وبرضو أبناء أخوي برضو وصل يوم الاثنين إن شاء الله، برضو وصلوا بالسلامة إن شاء الله. وتحياتي لكل الاهل في النايل، ابنائي حماد وعوض وعلي، وبتمنى لاخوي محمد حمد يعني عاجل الشفاء يعني، ولا بوحده الصحيه. دعواتكم يا استاذه، نسال الله انه يخفف عليه. وتحياتي لاخواني عقب الكريم وحسان
وابن اخت ابراهيم ومحمد، وتحياتي لكل اصدقائي في قناه البلد ناس اللمين وقمر الدوله واحمد المبارك ومحمد يوسف المكنون طيب علي عمر بالجزيره واسرته ولناس فايز الكاب، وتحياتنا لميج في النيل الابيض كوسي بس لهم تحياتنا، وتحياتي لكل يعني ناس هو البتري من الماطور اسرته، وتحياتنا لكل مصلي مسجد الماطور. هو احتمال ما يكون خش عليكم، انا برسل له تحيات فطولت منه، واحمد برضه من المملكه العربيه السعوديه هو من سلعول خوالده. نعم. والتحيه يعني للاستاف كل اللي بيعمل في قناه البلد، يا اخي نتمنى لكم التوفيق، والله دائما احنا بننتظر الشوق مطر بي يعني بفارق الصوت، فدائما يعني برنامجكم جميل، وهذه يعني الواحد لما يخرج على الشوق مطر بيشوف كانه ناقصه حاجه كده، لانه صراحه البرنامج هادف وجميل، وانت كمان يا استاذ عمنا منور الشاشه، برسل تحياتي لكل اهلي في المناقل الجزيره. يا سلام. وتحياتي هنا لكل الطيور المهاجره وكل يعني من يعرف مصطفى محمد نايد برسل له تحياتي، وكل الاهل في الكاهي وعماره البنا والشوي البشير خيلاني وخالاتي وعمامي وكل يعني من يعرف مصطفى انا برسل له تحياتي، وما اكون يعني اترك المساحه لغيري، شاكر ومقدر هذه تحت الفرصة يا أستاذ. نحن شاكرين جدا يا مصعب، وشاكر تحياتك تكون وصلت لكل أهلك وأحبابك صديق البرنامج. أكيد نحن لسه متواصلين عبر برنامج الشوق مطر، ولكن فاصل قصير ونقرا جاي. أكيد عدنا لكل الأحباب ومتابعي وأصدقاء برنامج الشوق مطر خارج الوطن الحبيب وداخل العاصمة المثلثة. يمكن تحايا الشوق والمحبة بتمتد لكل أصدقاء برنامج الشوق مطر وكل المغتربين خارج الوطن الحبيب، ولكن مني أنا وفريق العمل من حي الزميلة العزيزة صاحبة الطلة الجميلة، دائما هي كانت مختلفة بطلتها وبأسلوبها، وضعت بصمتها يمكن داخل القناة، وكانت لها لونية مختلفة في تقديم البرامج. ممكن افتقد مش بس الغناء، افتقدت الزميلة العزيزة عزيزة، ولكن السودان أجمع افتقد الزول البشوش، الزولة دائما بتلقاها ضاحكة ودائما بتلقاها مبتسمة، دائما بنلقاها متفائلة للحياة وجمال الحياة. لا تحية من هنا زميلة العزيزة عزيزة، هي اختربت لخارج السودان والآن هي متواجدة في الإمارات، بقول لها نحن افتقدناك شديد، كل تيم القناة بنحب نحييك من هنا يا عزيزة، وربنا إن شاء الله يرد قربتك وتجينا تاني من جديد للسودان وللغناء. برضو تحايا المحبة والشوق بتمتد برضو للزميلة العزيزة أمل خليل، يمكن برضو يفتقدها الجميع وخاصة أصدقاء برنامج الشوق مطر، دايما هم بيحبوا إنه يحيوها وبيحبوا إنه دايما يسألوا منها، وبقول لنا وصلوا لها تحايا الشوق والمحبة برضو زميلة العزيزة أمل خليل، هي برضو مغتربة في مصر. لهم التحية الزميلتين العزيزتين عزيزة وأمل خليل. برضو بحب أوصل كل التحايا لكل أصدقاء برنامج الشوق مطر عبر صفحتنا على الفيسبوك، دايما هم يعني بوصلوا تحاياهم، هم أبكون حالفهم الحظ عبر أنه يخشوا معانا عبر مكالمة، ولكن عبر الرسائل برضو بنقدر نقرأ بعض الرسائل لكل أصدقاء ومحبي برنامج الشوق مطر. محمد الخير من الولايات المتحدة الأمريكية بحب يرسل كل التحايا وكل أشواق والمحبات لأهله في مدينة عطبرة وخاصة حي الجعليم، بيقول لهم إن شاء الله يعني أنا مشتاق لكم شديد، للوالد والوالدة وكل الأخوان وللزوجة العزيزة. بحب أنا أوصل كل التحايا وكل الأشواق لأهلي وأحبابي في مدينة الجزيرة ولاية محلية المناقل عفوا، لأختي العزيزة هناء بلال وابنها أحمد وبنتها أريام ولبنت خالتي كمان أسماء صالح، ولكل الأسر الوالد والوالدة وكل أخواتي خارج وداخل السودان، لهم كمان التحايا من برنامج الشوق مطر. كمان نورة عبد البخيت بتحب
نعم. بننوه انه برنامج الشوق وطن خاص بكل المغتربين خارج الوطن الحبيب، تحية والمحبة لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب بالأخص في المملكة العربية السعودية، وبالأخص أصدقاء البرنامج دائما بيسعدونا بكل اتصالاتهم وكل تحاياهم كل أشواقهم خارج الوطن الحبيب. نزع جدا بكل الاتصالات خارج الوطن الحبيب من المغتربين، دائما بيوصلوا تحايا الشوق والمحبة لكل أهلهم هنا في الشرق في القرب في الشمال في الجنوب، ويمكن بيكون عندهم شوق كتير وكبير، ولكن نحن عبر برنامج الشوق مطر بنحب نوصل لهم أو بنكون حقلة وصل بينهم بين أهلهم عشان يقدروا يبلوا شوقهم كده شوية. نستقبل اتصال. ألا ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. أخ نزار عباس من المملكة العربية السعودية. أحمد نزار. نزار عباس. معلش يعني ممكن كل المتصلين يعلوا لنا صوتهم عشان أنا أقدر أسمعهم. يا نزار أهلا بك من المملكة العربية السعودية. نعم من المملكة العربية السعودية. أهلا بك يا نزار، وجمعة سعيدة عليك ومساء الخير عليك. مساء النور عليكم وتحياتي لقناة البلد. نعم الله يديكم ألف عافية وشكرا لبرنامجكم والاستضافة الجميلة. نفتح لك المساحة يا نزار في انك توصل كل تحايا كل اشواقك لكل اهلك وين ما كان. تحياتي لأهلي في السودان. نعم. تحياتي للوالد عباس، تحياتي لأخوي عاصم، الأسرة العزيزة ربنا يحفظهم ويديهم ألف عافية. تحياتي لأهلي في الجزيرة منطقة النوب، الخالة زهراء والخالة طيبة ربنا يواليهم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب. وتحياتي للوالد عباس وأخوي العزيز عاصم الله يديهم العافية. نعم شكرا لك يا نزار، وإن شاء الله كل تحياتك كل أشواقك تكون وصلت لكل أهلك وأحبابك هنا في السودان. يمكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك او تويتر او تيك توك او واتساب كل المغتربين يمكن بيوصلوا كل تحاياهم كل اشواقهم، ولكن بالاخص في مغتربين بيكون عندهم لمسات واحساس عالي واحساس مختلف في الكتابة الشعرية اللي بيوصلوا لها بيوصلوا عبرها إحساسهم. كل الشعراء خارج الوطن الحبيب أو داخل الوطن الحبيب دائما هم بترجموا إحساسهم عبر المفردة والكلمة عن الاختراب والوداع والسفر والترحال. كل التحايا لكل الشعراء خارج الوطن الحبيب. نستقبل اتصال. ألو السلام عليكم أستاذ أهم بلال. وعليكم السلام والرحمة. التحية لك وجمعة مباركة عليكم جميعا. علينا وعليك. الله يحييك يا استاذه. احمد حسن عبد الوهاب. حسن حسن السعوديه. ايوه يا حسن صديق البرنامج، اهلا بك يا حسن، دي مع سعيد عليك. الله يحييك يا استاذه امنه بلال. كيف صحتك؟ تمام والله الحمد لله. وجمعتك الليله كيف؟ والله جمعه ما شاء الله جمعه طيبه وحلتنا ما شاء الله الامطار والاجواء البارده والصيف الحمد لله الناس وكلهم متداخلين بعض في بعض وفي الخلا برا جو المدينة ما شاء الله في المنتزهات والمماشي. يا سلام جمعة مختلفة وجميلة وبلمة الأحباب والأصدقاء وكل الأهل. الله يحييك. إن شاء الله دائما كل جمعة كده، ويلا من الجمعة اللي كانت جميلة ومختلفة نختم لك جمعتك بأنه توصل كل تحياك وأشواقك لأهلك. والله تحياتي كلها لكم والاستماع العام لقناة الهلال القيمة وبالرياض حي الفيحاء أخونا صدام صديق محمد حمدان وزوجته وابنته ووالدته فاطمة بشير ومع
بنت عمي بنت عمي بنت احمد عدلان بتينا احمد عدلان وابنها وبالصداقه اخواني واخواتي واولادهم وابن اخي عصمت شاع الدين محمد شاع الدين وزوجتي احلام احمد محمد شاع الدين وبالصداقه ايضا اخونا احمد بشير وزوجتي احسان واسره اخي محمد عبد الوهاب وبنمره كل الاخوه بنمره اما نعرف حسن عبد الوهاب كل دكاتره المستشفى العام بنمره من مصريين وسعوديين وسودانيين والتحيه لكل من يعرف حسن عبد الوهاب بالمملكه العربيه السعوديه وبالحفوف ابن اختي حافظ الطيب محمد احمد ووالدتي هان الان معه في الحفوف في زياره اختي الغاليه شقيقتي صفيه عبد الوهاب بكر وابنه اختي ريا الطيب محمد احمد ومنى الطيب محمد احمد وفريد الطيب محمد احمد وزوجته وفاء ودكتوره هند عبد المطلب بالاحساء وابنائها وكل من يعرف حسن عبد الوهاب بالرياض والجيزان والباحه وبجرشي وبكل الاهل بالصداقه والبهاي. شكرا لك يا حسن عبد الوهاب، ان شاء الله كنت حياك تكون وصلت لاهلك خارج السودان معك في المملكه العربيه السعوديه او داخل السودان. أكيد بنستعد بكل أصدقاء البرنامج كل المغتربين خارج الوطن الحبيب في أنه يوصلوا كل تحاياهم وأشواقهم ومحباتهم عبر برنامج الشوق مطر لكل المتابعين وأصدقاء برنامج الشوق مطر. يمكن كل جمعة فردنا لكم المساحة هذه في أنه توصلوا كل تحاياهم. نستقبل اتصال. ألا السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. أهلا بسنا. ألا السلام عليكم، سامعني؟ أنا ما سامعك، بس ممكن تعلي صوتك شوية عشان أقدر أسمعك. هلا بالسلام. يا هلا مرحبا. أهلا بك. ما سامعني صوتي؟ والله ما سامعك، بس أنت علي لي صوتك عشان نقدر نديك المساحة ونحن نسمعك وتقدر توصل تحاياك. أي مشكلة، حتى كذا كيف سامعني كويس؟ أيوه كذا سامعك. منو؟ معك عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية. أهلا بك يا عبد الرحمن. يا هلا ومرحبا والله. اهلا بك. صح الاخبار؟ عبد الرحمن جمعة سعيدة عليك ومساء الخير عليك. يا سلام علينا وعليك والله تتبارك ايامك. ان شاء الله يا رب. يا سلام والله الله يديك العافية. الله يديك العافية. يلا عبد الرحمن افرضك المساحة في انك تحيي كل اهلك واحبابك. يا اخي انا احيي اهلي كلهم واحييك انت، انا داقة احييك انت. شكرا لك. واحيي افريقي وستيشن وانفولي واحييك انت والله ويديك العافيه وما قصرتي دم ستيشن وافريقي. شكرا لك. أقول ارفع يدك يديك الف عافيه. شكرا ما قصرت وما انا دم. يا سلام. يا سلام يا عبد الرحمن. نستقبل صوت نسائي الليل عبر برنامج الشوق مطر. هديل ليه؟ اهلا بك يا هدولة. الو كيف تمام؟ اهلا بك يا هديل. اسمعينا من سماعه الهاتف واقفلي التلفزيون ممكن؟ طيب تمام تمام. يا هديل. نعم. مرحبا بك ومنورانا في برنامج الشوق مطر وجمعة سعيدة عليك واحكي لنا تفاصيل الجمعة في الاختراب. والله بينورك ومبسوطة جدا اني اليوم دخلت شاركت معاكم والله. يا سلام نحن الاسعد. الليلة جمعتي كانت كيف يا هدي؟ شكل الزيارات والوجبات؟ والله الحمد لله. الحمد لله. يلا نفرد لك المساحة في انك تحيي كل اهلك واحبابك. حابة أحيي من هنا أمي بخيتة. نعم. بخيتة حامد وأبوي محمد علي وأخواتي سحر سميرة وأميرة وزريخة وميمة وحي أخواني من هنا قدورة
عبد القادر قدورة والنيل، وحيكون الأهل في الجزيرة وفي نهر النيل. نعم نهر النيل. وشكرا. شكرا لك يا هدير، وان شاء الله كل تحية. وزوجي وزوجي وزوجي. يلا حقيقي، وده اهم حاجة. اكيد والله. دم رجعك السودان طوالي. كم حيينا في علي قولي. ده الاهم. اكيد والله. اي زوجينا زاهر عباس، علي عباس، والوالدة، والدته حياة، حياة وحي كل الخيلان. شكرا لك يا هدير، شكرا تحياك وعشان تكون وصلت. شكرا لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب وبالأخص في المملكة العربية السعودية. أصدقاء البرنامج دائما بنسعد جدا باتصالات وبكل رسائلهم، ودائما بيكون عندهم شوق كتير وكبير لأهلهم هنا في السودان. وأنا بقول لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب، ان شاء الله ربنا يرد غربتكم في القريب العاجل، وفردنا لكم المساحه ببرنامج الشوق مطر في انه توصلوا كل تحاياكم كل اشواقكم لكل اهلكم وين ما كانوا وين ما حل بهم الزمان والمكان. بكده بنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه من برنامج الشوق مطر، بناتيكم كل مساء يوم الجمعه الساعه 10 مساء. وشكرا لفريق العمل على اللمسات الابداعيه المختلفه، جلال وإبراهيم وزمخشري وكل فريق العمل الجميل اللي كان بصحبتنا هذا المساء. شكرا لمصممة الأزياء والتياب نجلاء للتوب السوداني على زي الجميل، وشكرا لكل المشاهدين والمتابعين في كل مكان. لحد إن شاء الله ما نلتقي في حلقة أخرى في كل مساء يوم الجمعة. مع السلامة.